جات عاوتاني واحد الشرطه اخرى شويه كانت فهاد الاوبيلا راه جريمه وقعات باش نقول موس ولا هادي علموا لله انا المهم يدوا فهاد جات بليون جاري فولي سيد تخرخن كيف ملي قالوا ما كنت عمل اسرار لا مخدرات لا جوج ما درتش التخليط ديالو ما عمرو هذا شي واحد سلقه ولا هادي ولا عمر الله ما ديتها الله قاعد هنايا انا واحد السيد شويه جات الشرطه جيت انزل للسويقه لقيت واقف فيها السي الحاج واش فرش شي حاجه قال لي ما فراسي والو راه ولدك راه خبطوه راه شي حاجه شي حاجه فما عند الطبيب انا ما عمرناش ما تقول جريمه هي هادي جاب واحد هنا شي جري مسكين قبل مع الشرطه وعطيني ذاك البطاقه البطاقه التعريف ديالك بطاقه التعريف مع ما قال لهم راه عندي فوت المنزل ديالي بتاع الدار يجيبوها له انا بقينا قاعدين شي شويه عاود جات الشرطه التقنيه جات عاوتاني واحد الشرطه اخرى شويه كانت فهاد الاوبيلا راه جريمه وقعات باش نقول لك موس ولا هادي علموا لله سبحانه المهم توفات عمر به دري قرا معايا هو الاسباب ديالو مشى حارب قاري معاك قرا معايا في المدرسه هي هنايا المدرسه القديمه السيد سيدي مشات بليون جاري فولي سيد تخرخن ما بقات هي بلادي لا هادي داز واحد المده المهم نقول لك دابا باش كاع شي 6 ولا 7 شهور هز 2 كيلو شي على بوا الدواء ما كانش عندي انا حاضر في هادي بوا كون ما دارش هكاك والله يستر كون مات الله داز واحد واش 25 يوم مشات عيط للشرطه داو كيما هادي عاونوه عطاو دوك النسائل ديالو سيد بخير هادي جيت ايام قاعد انا وياه هنايا هو القاسم قال لي هذا خويا قد كيف مي قالوا ما تيكلفش لو كيتعمل اشراف لا مخدرات لا جوج ما درتش التقليد ديالو الا تاثر عليه داك الدواء ربما تاثر عليه ولا فات تقطع عليك هاد الحالات الناس على بوا في الكيلو قلت انا براتي راه لا اله الا الله وان الله راجعون الله يرحمه ويوسع عليا ومغفرة الذنوب ما هو داك التقدير ما تيستعملوش اخويا ما كيستعملش التقدير قالوا هنايا قال لي نوض صلي كي ثلاث ايام هذه اقسم لك بالله اخويا عندي وليدات مين اخويا تبقى تصلي هذه باش اخر مره هي هنا في هذه البلاصه هذه قال لي نوض اخويا تبقى تصلي هذه قال لي اخويا السيد طيب مزيان يعني باش نادي كنت تكون ربما المهم لا اله الا الله رسول الله الله يرحمه ويوسع عليها وهادشي اللي كاين اخويا الله يعمر بها بوم طيب خلق الله والله العظيم والسيد بعد ذلك هذا كيصلي بوط عباد كيصلي مع الناس مع الجماعه ما عمرو هذا شي واحد في الزنقه ولا هادي ولا عمر الله ما ديت هات الله كيصلي ويعبد الله ولا الامراض هما هادو كاين داك الشيء اخويا ما كاينش داك الشيء كنت غير لا ما كاينش كدره ما كايناش يا نقول لك ضربت غفله حديده شي هادي دابا ضربات بالفازه ولا ما شايفو هذا ما تحي ما تعرفش تعمل الشرطه اللي كتعرف داك الشيء اخويا اللي كاين